تدري بس زعفران مع كركم يساوي حبة بروزاك اللي نعطيها حق اللي فيه اكتئاب. كثير من الأشياء اللي تفرح الإنسان تزيد من هرمون السعادة، فبالتالي لما تقول لي الحليب فيه تريبتوفان، الشعير فيه تريبتوفان، وحط عليه اللي هو الكركم، وحط عليه نوع من الزعفران، وحط عليه ملعقة عسل، أنت قاعد تسوي تدري شنو؟ علاج للاكتئاب يساوي حبة الدواء ويفوقه. لذلك كانت إحدى وصفات النبي صلى الله عليه وسلم التلبينة، واحدة من الأشياء تذهب ببعض الحزن. احنا عندنا في علم النفس الغذائي فكرة ان كل ما زاد الغذاء النشوي في حياة الإنسان كل ما زاد تعداد البكتيريا الضارة. الضارة الضارة. الغذاء ممكن يحجب دعوة المسلم، الغذاء ممكن يحجب دعوة مسلم. قاعد يقول لك في مجالين اليوم موجودين عند الشباب قاعد يسببوا له اكتئاب، قاعد يسببوا له رغبة انه يبعد عن الزواج مثلا، وان تزيد معدلات الاكتئاب في هالمجال. طيب شنو هم؟ الألعاب الإلكترونية، ومجال حساس شوية اللي هو أفلام الخلاعة. كمية الحالات اللي تجيني على هذول السببين ترى شيء مهول. في حالة شهيرة جدا هي الوسواس القهري. بالنسبة للوسواس القهري، الوسواس القهري تعريفه في علم النفس هو فكرة تافهة تحاول أن تسيطر على الدماغ. جيل 2000 وبعد. 2000 وبعد، هذه الجيل اللي يتفق عليها إحصائيات علم النفس هم الأقل صبرا، الأكثر إبداعا، الأقل تدينا، الأسوأ خلقا. هذه صفاتهم معروفة. هذا الجيل ضعيف دينية. أقول لك شغلة وايد مهمة، يعني ما كان ودي أقولها بس بقولها. الحريص في الغذاء الله سبحانه وتعالى يعطيه فراسة ويعطيه نظرة في رؤية الناس غير موجودة عند باقي البشر.